مساء الخير، حلقة جديدة من شوط إضافي، وفيها أهلي حلب يتأهل إلى دور المجموعات من كأس الاتحاد الآسيوي بعد فوزه على شباب الخليل الفلسطيني بهدفين لواحد. وفي الحلقة أيضا الطفل السوري بهاء أبو شاهين يحرز المركز الأول في بطولة الكونغ فو في الأردن. أهلا بكم. تأهل فريق أهلي حلب إلى دور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بعد فوزه على فريق شباب الخليل الفلسطيني بهدفين لواحد. سجل هدفي الأهلي أحمد الأحمد في الدقيقة 21 وحسن دهان في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، وذلك في المباراة التي جرت في مدينة الطائف في السعودية. أيضا مع البطولات الآسيوية، تأهل النصر السعودي إلى دور المجموعات لدور أبطال آسيا بعد انتصاره في اللحظات الأخيرة على شباب الأهلي الإماراتي بأربعة أهداف لاثنين. البرازيلي تاليسكا منح التقدم للنصر قبل أن يسجل الفريق الإماراتي هدفين عبر يحيى الغساني في الدقيقة 48، لكن النصر عاد في الدقائق الأخيرة ليقلب الأمور رأسا على عقب، فسجل التعادل بواسطة سلطان عبد الله الغنام قبل نهاية الوقت الأصلي، ثم شهد الوقت بدل الضائع تسجيل هدفي التقدم عبر تاليسكا والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش. هذا ودع العربي القطري منافسات دوري أبطال آسيا بعد الهزيمة بهدف دون رد أمام فريق أجمك الأوزبكي في المباراة الفاصلة بالدور التمهيدي. روبن سانشيز أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70، ولم يستطع التونسي يوسف المساكني والسوري عمر السومة تعويض النتيجة رغم المحاولات الكثيرة. في هذه المباراة فشل السوري عمر السومة في أول اختبار حقيقي بعد قيام النادي العربي بشرائه نهائيا من الأهلي السعودي. النادي القطري تعاقد مع السومة بعدما قضى في صفوفه الموسم الماضي معارا من نظيره السعودي، ومع رغبة الأخير استغناء عنه نهائيا في الصيف الجاري. رغم تبقي موسم من عقده بادر العربي إلى شرائه نهائيا. عمر السومة كان الأسوأ بين لاعبي فريقه، فبحسب صفحة بوابة المحترفين السوريين في أوروبا على فيسبوك التي نشرت إحصائية للسومة بعد انتهاء المباراة جاء فيها التفاصيل التالية: خرج النادي العربي القطري من الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا عقب خسارته بهدف نظيف من نادي أجمك الأوزبكي. كابتن المنتخب الوطن أول عمر السومة شارك أساسيا في هذا اللقاء ولعب لمدة 90 دقيقة، ولكنه حصل على أسوأ تقييم في فريقه بتقييم 6. السومة سدد 4 مرات جميعها خارج الشباك، مع أهداره لفرصتي هدف محقق ودقة تمرير وصلت إلى 67%. خسارة كبيرة رؤية أفضل لاعب بمنتخبنا الوطني بحسب الصفحة خارج دوري أبطال آسيا. كما أنه وبالرغم من الإمكانيات المميزة للسومة، إلا أن للعمر حقه ويجب أن يدق ذلك ناقوس الخطر بالنسبة لمنتخبنا الوطني، فلا خيار بمركز رأس الحربة بإمكانه حمل الراية مع السومة وبعده إلا بابلو صباغ، ويجب حسم هذا الملف بأسرع وقت ممكن. هذا ما جاء في هذه الصفحة بوابة المحترفين السوريين في أوروبا. هنا أود أن أذكر معلومة مشاهدينا، هي أن السومة شارك مع العربي الموسم الماضي وسجل 19 هدفا في الدوري القطري، احتل بها المركز الثاني في صدارة هدافي المسابقة. تمكن الطفل السوري بهاء محمد أبو شاهين من إنهاء نزال برياضة الكونغ فو ساندا بأربع ثوان فقط، مستخدما الضربة القاضية، وحصل على إثرها على الميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة أقيمت في الأردن. بفضل الله وبفضل أهلي صرت المركز الأول على المملكة الكامل بطولة المملكة، وأسرع قاضية بالمملكة. أنا اسمي بهاء محمد يونس أبو شاهين، عمري 13 سنة، صف سابع. أنا من سوريا، من درعا، وأنا مقيم في إربد. بلشت من 2022 من النادي، بعدين قطعت، رديت فوت له مرة ثانية. إذا شجعني إني أرد أفوت البطولات، فضل ربي وفضل أبوي وفضل النادي.
بعد ما شجعوني افوت البطوله وافوز فضل ابوي. الرياضه اللي انا بلعبها كونفو، اساليب وساندا. انا اخترتها ليش؟ شنو انا من صغري كنت احب اني اطلع لاعب كونفو مشهور زي بروسلي مثلا. انا احب اطلع زيه، ما هو لاعب كونفو اساليب وساندا، انا احب اني اطلع زيه. شعور لما امارس هاي الرياضه بيكون حلو ومليح، وما في إشي بمعنى اني ابطل هاي من الرياضه. انا خلاص حطيت بحلمي اني اصير زي اللاعب بروسلي، الحمد لله، وهي صرت الاول على المملكه وتطورت، وفي بطوله ان شاء الله كمان 12 يوم جرش. والله يعني بصراحه انا عشت على اعصابي من وقت نزل على البطوله لحتى سمعت الخبر. بصراحه انا كل نص ساعه ارفع احكي تليفون، تمام، لعب شو صار معه. حتى جتني اخر شيء جاني خبر انه فاز والميداليه الذهبيه والمركز الاول، يعني كانت ضربه، وحتى بشيء مميز. يعني بدايه الامر انا ما كنت عارف شيء، ولكن قالوا بشيء مميز، يعني كثير فوز وكان كثير مميز. طبعا فرحه ما وسعتني كثير، كنت مبسوط، وحتى كل شيء كان حوالي حس انه انا قديش كنت مبسوط وقديش فرحان، واول انتصار واول فوز بحققه ابني. يعني فانا هذا كثير يعني شعور جميل جدا كان. بهاء كان ثابت وعنده امكانيات يعني هائله، استغل اندفاع اللاعب واستطاع انه ينزل هاي الضربه القاضيه. اعتقد انه بهاء لديه قدره هائله انه يلعب بطوله عربيه وبالمستقبل يلعب بطوله دوليه. اكيد هاي راح تكون بكثره اللقاءات، بكثره التدريبات، ومن المؤكد بحقق نتائج. ما بدي اقول لك انه خلال الايام هاي او خلال السنه هاي، اول شيء هو ما زال في فئه عمريه صغيره، بيستطيع من الان يقدر يعمل عمليه اعداد حتى يصل لفئه الشباب، وراح نشوفه ان شاء الله رب العالمين قريبا ببطولات عالم. ان شاء الله افوت بطولات دوليه وارفع راس اهلي وارفع اسمي وارفع اسم سوريا كله فوق فوق ان شاء الله. انا بوجه رساله للعالم ان عشان تدعموني واصير لاعب اكبر واكبر، وان شاء الله بالمراتب الثانيه، مش عشان فزت اول بطوله خلاص ابطل العب بطولات، لا، ان شاء الله بصير لاعب لاعب دولي وعالمي ان شاء الله، وبصير الاول على العالم. ينضم الينا البطل السوري بهاء محمد ابو شاهين ووالد بهاء السيد محمد يونس ابو شاهين، وهما معنا من مدينه اربد. اهلا ومرحبا بكما ومبارك هذا الفوز وهذا الإنجاز. الله يبارك فيك، شكرا لك. خليني لو سمحت أبدأ مع بهاء. بهاء، بالمباراة النهائية أو النزال الختامي قدرت تفوز بأربع ثواني فقط، ما طولت بالك أبدا على المنافس، احكينا عن هالتفاصيل وكيف قدرت بهالسرعة تفوز بالميدالية الذهبية بالنزال النهائي. كنت نادي، بعدين طلعنا على البطولة، لعبنا اللي ضدي كان قاصد قاضية، بس أنا جيت على الكابتن وضربته على إجرين، هيك نزل قاضي الحمد لله. يعني ما طولت بالك أبدا على المنافس، مباشرة ضربته على رجله. رياضة الكونغ فو طبعا بتسمح بهذا الشيء، وانتهى النزال. حكينا عن هالتفاصيل، يعني بدأت اللقاء وأنت بعقلك مركز أنه راح تنهي اللقاء بهالسرعة. لا، أنا ما كنت متوقع إني راح أنهي النزال بأربع ثواني، بس أنا كنت متوقع إني راح أنزله قاضية. الباص ظني يقول إني راح أنزله قاضية وراح أنزله قاضية، والحمد لله نزلت قاضي بأربع ثواني. نعم. طب سيد محمد يونس، حكيت بالتقرير انه كنت على اعصابك باثناء النزال وما قدرت ربما لاسباب تحضر بالصاله، صاله المنافسات. ليش كنت على اعصابك لهالدرجه؟ بتحكي لنا عن هذه اللحظات. بدايه السلام عليكم، شكرا للقناه اللي اتاحت لنا هاي الفرصه انه استضيفنا ونحكي، الله يجزيكم الخير. يعني كانت اول بطوله لابني، وانا من قبل ما اشارك بالبطوله رحت على النادي وسالت انه هو جاهز مهيأ، فقالوا الامكانيات كلها موجوده عنده، واحنا ان شاء الله ضمنا له الفوز على ثباته وعلى قوته. فطبعا انا من باب الدعم له، من باب اني انا مطمن عليك شوي حقيقه. بدايه انه انت تطلع خسران فهي صعبه كثير، فلهيك انا كنت على اعصابي اني انا بدي اياه يفوز، لازم يحقق شيء من بدايه الطريق، ما يكون في عنده كسر من بدايه الطريق.
طب كيف اكتشفتوا موهبة بهاء؟ من أي سنة؟ قديش كان عمره وقت بلش برياضة الكونغ فو؟ بهاء له حقيقة أكثر من سنتين بتدرب، كان بتدرب الأول تايكواندو، لعب تايكواندو، بعدين لعب بالأندية وبيلعب رياضة كثير، كان بنشاط دراسي رياضي، الولد مميز بالرياضة. وبعدين أنا حطيته بالكونغ فو تكس بوكسينج، لعب شوي بعدين استقر على الكونغ فو له فترة. حقيقة دربوه 3 شهور، كان تدريب مكثف له قبل البطولة يعني. نعم. طب بهاء، حكيت أنه في بطولة بجرش بعد نحو 12 يوم، مين رح يشارك هل بهالبطولة وعلى أي مستوى رح تكون؟ البطولة رح يشارك فيها أغلبية اللي شاركوا وأكثريتهم، وفي منه بيشارك البطولة بعد بكرة إن شاء الله، وإن شاء الله بفوز كمان. نعم. بهاء، كمان حكيت عن والدك انه له دور كثير كبير بتحقيقك لهذا الانجاز، احكي لنا عن دور والدك بالضبط، ايمت بلش معك، كيف اكتشف موهبتك، هالتفاصيل لو سمحت. والدي الله يخلي لنا اياه، لما انا بدي ارفع راسه كنا فتره فتت النادي وفتت اللعب، لو لقدره ما كنت فتت لعب ولا لو. نعم. طب انت وقت كنت بسوريا مارست رياضة الكونغ فو، او كنت يعني تحلم انه تلعب بهالرياضة، او بس طلعت على الاردن؟ وانا بسوريا ما لحقتش بسوريا، طلعت طالع على الاردن ما لحقتش بسوريا. طب المدرب، بحكي لنا عن دور المدرب بإعدادك بشكل جيد لمثل هذه البطولات وساعات التدريب اليومية. نعم. دور المدرب بإعدادك لإحراز هذا الإنجاز وساعات التدريب اليومية اللي كنت تقضيها بالنادي. كان يظل يشد علينا، والأغلبية يعني على 3-4 يظل يشد الكابتن عشان نطلع فوز إن شاء الله، ورفعنا رأس الكابتن ورفعنا رأس أهل. نعم. طب سيد محمد، يعني مدرب بهاء توقع أنه يمر على فئات أعلى، فئة الشباب وفئة الرجال، من ثم ويشارك في بطولات عربية ودولية، هذا الأمر يحتاج إلى استمرار، يحتاج إلى إصرار، أنتم لديكم هذه القدرة على الصبر على بهاء، ماذا تتوقع؟ بداية سيدي احنا إن شاء الله يعني بنحاول قدر المستطاع انه نضل داعمين لابننا ان شاء الله. المدرب بدورهم يعني اكاديميه القرشي مكثفين جهودهم من ناحيه التدريب مع بهاء ومع باقي الشباب. اما من ناحيه الدعم لبهاء، نحن يعني نتمنى اذا يكون في حدا جهه تدعمه او تتبناه، لان والله موضوع الدعم قوي جدا لازم يكون هون، واحنا ان شاء الله قدر المستطاع داعمينه، ما راح نتركه يعني. طيب احنا داعمينه داعمينه ان شاء الله. نعم. طب شفت انه بهاء حقق هذه البطوله بالضربه القاضيه وخلال 4 ثواني، يعني شعورك وقت سمعت هذا الخبر؟ يعني بصراحه انا ما توقعت يكون الفوز بهالسرعه هي، حتى المدرب نفسه ما توقع انه يكون الفوز بالسرعه هي يعني، ولكن سبحان الله، الله هيك حب يبيض وجهه ويسعدنا ويسعد الجميع فوزه. نعم. أشكرك جزيل الشكر محمد يونس أبو شاهين، والد البطل بهاء محمد أبو شاهين، كنتما معنا من إربد، شكرا جزيلا لكما، ومبارك مرة أخرى. بارك الله فيكم، مشكورين، والله يجزيكم الخير وما قصرتوا. اسمح لي بس وجه كلمة. تفضل. يعني احنا بنهايه اللقاء انا بحب اشكر المملكه الاردنيه الهاشميه حكومه وشعبها على ما قدموه لنا كشعب سوري موجودين احنا في الاردن. حقيقه يعني احنا ما حسينا يوم انه احنا بفعل غرباء عن البلد، حاسين حالنا بين اهلنا وبين ربعنا، والله يجزيهم الخير وما قصروا معنا. بنشكر اكاديميه القرشي على الاهتمام بابننا والله يجزيهم الخير. نعم. اشكرك جزيل الشكر مره اخرى، ومبارك مره ثانيه. شكرا جزيلا لكم. نعم. انتهت حلقة شوط إضافي لهذا اليوم، دمتم بألف خير.